السودان في مهب أزمة إنسانية عاتية. أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين واللاجئين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تجاوز 3 ملايين. وجاء في بيانات منظمة الهجرة أن أكثر من 2,400,000 نزحوا داخليا، بينما عبر أكثر من 730,000 الحدود إلى بلدان مجاورة. ومصر وتشاد هما الدولتان اللتان استقبلتا أكبر عدد من الفارين، وفر معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم حيث يتركز الصراع على السلطة الذي اندلع بين الطرفين في 15 من إبريل الماضي، أو من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية. ووصف مسؤولون أمميون السودان بأنه أصعب مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني من حيث الوصول للمساعدات، محذرين من أن الأزمة ستتفاقم مع اتساع رقعة القتال لتشمل مناطق جديدة. كما وردت أنباء عن اندلاع قتال في الأيام الماضية بين الجيش وفصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية جنوب كردفان وفي ولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، مما أدى إلى موجات نزوح من تلك المناطق أيضا. أغرقت الحرب البلاد التي تعد من أفقر الدول في العالم في حالة من الفوضى، وتشكو الوكالات الإنسانية من نقص مساعدة المجتمع الدولي، في حين تتزايد الاحتياجات الإنسانية للسكان والأشخاص الفارين من العنف. وأدى القتال إلى تدمير مناطق واسعة في العاصمة وإلى موجات من الهجمات في دارفور، وتعرض المدنيين لجرائم نهب وحالات انقطاع للتيار الكهربائي ونقص الغذاء والمياه.